الجرداني، استاذ ورئيس قسم جراحه القلب والصدر كليه الطب جامعه عين شمس، وعضو الجمعيه الاوروبيه لامراض القلب، وعضو الجمعيه الامريكيه لجراحه الصدر. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. اهلا بك دكتور. كنا عايزين نسال عن اثار الضغط، الضغط المرتفع على القلب. للاسف الضغط ده بقى مرض العصر. يقال ان فوق مثلا 40 سنه حوالي 20% من البوبوليشن عندهم ارتفاع في ضغط الدم، وكل ما السن بيزيد ارتفاع الضغط بيزيد. وطبعا التدخين والتلوث البيئه ونوعيه الطعام وعدم الرياضه ادى الى ان عدد كبير من المصريين بقى مصابين بارتفاع ضغط الدم، وللاسف ما بياخدوش علاج منتظم، وده بقى كثير من المرضى دول بيجي لهم مضاعفات كثيره. لذلك يجب ايه انك early detection، يعني التعرف على المرض من بدري، استمرار العلاج وعلاج المضاعفات اللي بتحصل. اوكي. ايه هي المضاعفات؟ ارتفاع ضغط الدم بيسبب اولا ممكن يسبب ذبحه صدريه ويزود نسبه قصور في الشرايين التاجيه. تاني حاجه ارتفاع ضغط الدم ممكن يسبب جلطه في المخ ونزيف في المخ. المده الطويله ممكن تؤدي الى فشل في القلب وفشل في الكلى. واخطر حاجه اللي هي دلوقتي ان ايه انشطار الشريان الاورطي نتيجه الضغط المرتفع ده ممكن يؤدي الى وفاه على طول. فلازم علاج المرضى من بدري وعلاج منتظم وعلاج على المدى الطويل. تمام. اخر حاجه كنا عايزين نسال راي حضرتك ازاي المؤتمر كارديو اليكس هيساهم في ارتفاع الاداء الطبي لاطباء القلب. اولا مؤتمر كارديو اليكس دلوقتي بقى المؤتمر رقم واحد في جمهوريه مصر العربيه. يعني السنه دي اكتر من 7000 طبيب وكثير من الاطباء الشباب. وبعدين المؤتمر ده السنه دي فيه كميه اساتذه من كل العالم في تخصصات رقي او للقلب. فصغار الاطباء هيشوفوا حاجات حديثه ويقدروا يسالوا الاساتذه دي اسئله، ويقدر بالتالي الطبيب بيشجع الطبيب انه يعمل ابحاث، فده بيرفع مستوى الطبي طبعا جمهوريه مصر العربيه بالكامل. وفي ادويه جديده لاول مره بتنزل في مصر لعلاج هبوط القلب، فده طبعا هيرفع مستوى الطب في مصر. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور وشرفتنا جدا. كرسي سعيد.